السلام عليكم. فهاد الفيديو هادي ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس على لا ميثود دو ديكوتومي. نقراو الاسئله. السؤال الاول سيباري لي غاسين دو اكس 3 ناقص 3 اكس ناقص 1 كتساوي 0. اون نوت الفا لا بلي غون سوليسيو دو سات ايكواسيون. يعني هنايا غادي نبينو يعني غادي نعطيو لي غاسين ديال هاد الايكواسيون هادي وغادي ناخذوا ان الفا هي اكبر سوليسيون فهاد يعني ديال هاد الايكواسيون. نشوفوا الحل ديال السؤال الاول. اول حاجه غادي نديرو اون بوز مثلا اف دو اكس كتساوي اكس اس 3 ناقص 3 اكس ناقص 1. نحسبوا الدالة المشتقه اف بريم دو اكس يعني الاشتقاق ديال اكس اس 3 هي 3 اكس او كاري. الاشتقاق ديال ناقص 3 اكس هي ناقص 3. الاشتقاق ديال ناقص 1 هو 0. دونك غادي نعملوا ب 3 غادي نلقاو اف بريم دو اكس كتساوي 3 عامل اكس او كاري ناقص 1. الو غادي نشوفوا دابا الداله فكتنعدم. دونك عندنا اكس او كاري ناقص 1 يعني كتنعدم في الواحد وناقص 1. دونك عندنا اكس هنايا من موال انفيني بليس لانفيني يعني طابلو دو فارياسيون غادي نرسموه دابا. دونك قلنا كتنعدم في ناقص واحد في واحد. هنايا عندنا اف بريم قلنا خارج الجدرين يعني اشارة ا وداخل الجدرين عكس اشارة ا. دونك غتكون بليس موا بليس. بالنسبة للدالة اف يعني غتكون كرواسونت من موال انفيني ناقص واحد. غتكون ديك كرواسونت من ناقص واحد لواحد وغتكون كرواسونت من واحد بليس لانفيني. نحسبو الليميت في موال انفيني غادي عطاتنا هي موال انفيني. الليميت في بليس لانفيني هي بليس لانفيني. الصورة ديال يعني اف دو ناقص واحد هي واحد والصورة ديال واحد هي ناقص ثلاثة. دونك هنايا يعني غادي نستنتجو من هاد الطابلو دو فاريسيون ان ليكواسيو اف دو اكس ايكال زيرو ادمي ثلاثة ديال لي سوليسيون اللي هما الفا ا الفا دو الفا تروا. الفا ا كتنتمي للمجال موال انفيني ناقص واحد والفا دو كتنتمي للمجال ناقص واحد واحد والفا تروا كتنتمي للمجال واحد بليس لانفيني. هما في السؤال طالبين منا اننا ناخدو الفا هي اكبر سوليسيو دونك غادي ناخدوها كتنتمي لواحد بليس لانفيني. الوغ هنايا غادي يوقع عندنا واحد المشكل. دونك خصنا نتخلصو من بليس لانفيني يعني خصنا نقربو المجال ديال الفا. دونك عندنا الفا تروا كتنتمي لواحد بليس لانفيني. غادي ناخدو مثلا شي بوا بحيث ان القاعده خصها تحقق علينا ديال اف دو اف اف دو بي يكون نيجاتيف. دونك غادي ناخذ مثلا عندنا حنا اف دو واحد لقيناها هي ناقص 3 يعني نيجاتيف. دونك خاصنا ناخذ شي نقطه للصوره ديالها تكون بوزيتيف. ناخذ مثلا جوج اف دو جوج هي واحد دونك كي دايره بوزيتيف يعني الجوداء كي داير بوزيتيف يعني اف دو واحد عفوا نيجاتيف يعني اف دو واحد فوا اف دو جوج نيجاتيف. دونك هنايا غادي ناخذ الفا 3 كتنتمي للمجال واحد جوج. هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني دونك نرجعو نشوفو السؤال الثاني شنو طالب منا فيه. السؤال الثاني كيلي لو نومبر دو تيغاسيون نيسيسير بوغ ابروشي الفا 10 اس ناقص 2. دونك هذه هي ابسيلون ان يعني عطاونا ابسيلون ان كتساوي هي 10 اس ناقص 2 يعني باغ لا ميثود دو ديكوتومي. دونك نشوفو لا سوليسيو ديال هذا السؤال. هذا لا غولاسيو ديال لو نومبر ديال دي تيغاسيون اللي هو ان قلنا هي الالان ديال ا موا بي موا ا ناقص الالان ديال ابسيلو ان سير الالان سير الالان جوج. دونك قلنا بي خديناها هي جوج وخدينا ا هي واحد. دونك غادي نحسبو يعني نطبقو لا غولاسيو ديالنا. دونك ان كبر من او يساوي الالان ديال جوج ناقص واحد ناقص الالان ديال 10 ناقص جوج اللي هي ابسيلو ان على الالان جوج. دونك هذه اللي حسبناها بالكالكيل غادي نلقاوها اكبر من او يساوي 6.64 يعني غادي ناخذوها 7. دونك ديما الى لقينا شي عدد في الفاصله كناخذوا العدد اللي من بعد. هذا هو يعني لا سوليسيو ديال السؤال الثاني. دونك دابا غادي نشوفوا لا سوليسيو ديال السؤال الثالث. السؤال الثالث طالب منا اننا نديتيرمينيو الفا 10 اس ناقص 2. دونك هنا غادي خصنا نقلبوا على الفا يعني غادي نستعملوا لا ميثود دو ديكوتومي باش نلقاو الفا ديالنا.